أسعد الله أوقاتكم كل خير دائما ما نسمع شعراء المحاورة يتطرقون المسجد الهادي ومسجد العباس على سبيل المثال يقول رشيد الزلامي لو أحطك بساحة مسجد العباس قلت هذا الزلامي ما يدانيني ويقول مطلق ثبيتي تنوش مسجد الهادي ويدور مسجد العباس ما دام انك سواتي مكتسي ما بعرياني ايضا عبد الله بن عتقان عليك الله اكبر ما لزمت المجرم الحشاش دخل في مسجد العباس مدري مسجد الهادي واخيرا فهد العازمي مسجد العباس جاري واعرفه واعرف اقلاعه وندور مسجد الهادي ما دام الجو هادي والامثله كثيره مسجد العباس والهادي تاتي في ابيات الشعراء على اكثر من سياق ولكن ما يهمنا هنا هو الكيان بنفسه لذلك قمت بزياره للمسجدين اما مسجد العباس فيقع في الطرف الجنوبي الغربي للطائف القديم وقد انشا عام 592 هجري أيام الناصر لدين الله بالعباس أحمد بن المستضيع العباسي وسمي بذلك لأنه يقع بجوار مقبرة الصحابي عبد الله بن عباس الذي توفي بالطائف سنة 68 هجرية. أما مسجد الهادي فيقع في وسط الطائفة التاريخية ويبعد عن مسجد العباس مسافة 400 متر فقط. وقام بإنشائه السيد هادي بن محمد بن حسين الحسيني في حدود 1050 للهجرة.